إلى لحظة. هتاف الأشرار يعني فرح الأشرار أو نصرة الأشرار، من قريب يعني فرح قصير. الأشرار يعني يفرحوا فرح وبسرعة بسرعة يتبدد، فرح قصير. وفرح الفاجر إلى لحظة، ودي مرادف، الشرير هو الفاجر وده بيقول له قصير، تاني بيقول له إلى لحظة، يعني معناها إنه إيه، الاثنين الشرير أو الفاجر لما يفرحوا فرحهم قصير، ولما ينتصروا في حاجة معينة ويفرحوا بهذه النصرة أو يهتفوا بهذه النصرة برضو إيه تنتهي بسرعة. ولو بلغ السماوات طوله ومس رأسه السحاب كجلته إلى الأبد، كجلته إلى الأبد يبيد. يعني لو الشرير أو الفاجر ده قعد يعلى 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 يعلى، ربما في غناه، ربما في سلطانه، ربما في علمه، ربما في أي حاجة، لو علي ولغاية لما يعني إيه بلغ السماوات طوله وبلغ السحاب رأسه، يقول كجلته إلى الأبد يبيد. الجلة كلكم عارفينها طبعا، بالذات اللي أهاليهم فلاحين وكده، الجلة هي الروس بتاع أو فضلات بتاعة البهائم. طبعا المعنى واضح ان هو هيبقى بلا قيمة في الآخر يعني. وفي معنى تاني ناخد بالنا منه من استخدام الجلة نفسها، فلاحين ياخدوها ويسطحوها كده على في الشمس فتنشف يخزنوها تبقى ايه وايد بعد كده ايه، لا مش السبخ ده، يخلوها وايد يولعوا بيه، وبعدين يبقى الفلاح عنده كوم جلة قد كده في خبزة واحدة يخلص. أتاري برضو الجلة بتولع بسرعة، فعايز يقول له أنت من ناحية ريحتك هتبقى وحشة، ومن ناحية تانية إيه هتتحرق بسرعة، هتتحرق بسرعة. كجلته إلى الأبد يبيد، يعني بينتهي برضو بسرعة، نفس فكرة السرعة بس معاها كمان إيه تحقير من الإيه الشرير أو الفاجر. يعني الذين رأوه يقولون أين هو. الناس اللي كانت بتتعامل مع الشرير او مع الفاجر في سلطانه وفي كده، فجأة ما يلاقوهوش يعني، ويلاقوه وقع ويلاقوه ضاع، يلاقوه راح فين، وعايز برضو ايه يحقر من الاشرار. كالحلم يطير فلا يوجد ويطرد كطيف الليل، يبقى عامل يعني وجوده في حياة الناس زي مثلا حلم بالليل، طيف كده خيال جه بالليل، كلنا بنقوم الصبحية مش بنفتكر تفاصيل الأحلام ولا أي حاجة، وساعات الواحد يقعد يجهد نفسه ويقول أنا كنت بحلم حلم، ومثلا حلم كان حلو مثلا، يجتهد أنه يفتكره ما يفتكرهش، بعايز يلذذ نفسه بالحلم اللي حلمه ما يفتكرش الحلم، واخدين بالكم؟ فيقول لك هو عامل زي كده، حلم عدى، طيف الليل عدى، خيال الليل عدى، الناس مش إيه مش هتتذكر. عين أبصرته لا تعود تراه ومكانه لن يراه بعد. واحد شافه ومر كده قالك انا كنت زرت كذا 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 وشفت كذا، ربما لو رجع بعد يومين ثلاثة ما يلاقيهوش. ليه؟ اصله راح الشرير ايه راح، ومكانه لن يراه بعد. يقول لك ده كان هنا القصر بتاع فلان، طب دور عليه ما فيش القصر، تقول راح خرب. بعدين يقول ايه، يقول بنوه يتربون الفقراء ويداه تردان ثروته. بنوه يتربون الفقراء ويداه تردان ثروته. الحته دي بيفترض ان الشرير في 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 صحته وفي ظلمه للناس مثلا سلب الفقراء، خد من الفقراء حاجه، فلما هو يبتدي ربنا يتعامل معاه ويضربه اذا كان بمرض او بتجربه او بحاجه، يقول لك بنوه ولاده يعني ياخدوا اللي ابوهم خدوا من الناس بالظلم وبالقهر، ويروحوا يتحايلوا على الفقراء يقولوا لهم خدوا اللي احنا ابونا اخدناه منكم، يمكن العمل ده يعني يحنن قلب ربنا على الشرير مره تاني. يعني يبقى هنا بنوه يتردون الفقراء ويداه تردان ثروته،
يعني اللي عمله كله ممكن يقول مين ياخده مني تاني، بس ايه؟ ربنا يرفع عني شقائي، ربنا يخفف عني ألامي، ربنا يرفع الأتعاب، ربنا يأثر كذا 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 كذا. هو بيتكلم في معنى واحد بس تاخدوا بالكم منه، وعلى قد ما الكلام ده قد يبدو انه صحيح لكنه أنصاف حقائق. وأقول لكم ليه أنصاف حقائق، هيرد أيوب الإصحاح اللي جاي ويقول له كده بمنتهى الوضوح، اللي انت بتقوله ده نصف الحقيقة فقط. أقول لكم ليه في آخر الإصحاح ده، عظامه ملآن شبيبة ومعه في التراب تضجع. كلمة شبيبة هنا جاية في أصلها انه مش معناها الشباب، لكن معناها شهوات الشباب. يعني هو مهما يكبر عنده شهوات وعنده طاقه وعنده الحركه بتاعه الشباب. عظامه ملآن شهوات ومعه في التراب تضجع. في الاخر برضو ايه، كل شهوات الانسان بتترمي تحت في التراب. ان حلى في فمه الشر واخفاه تحت لسانه، أشفق عليه ولم يتركه بل حبسه وسط حنكه، فخبزه في أمعائه يتحول مرارة أصلال في بطنه. قريتها على بعضها عشان دي ليها معنى بيكمل بعض. يقول إيه؟ لما يحلو في فمه الشر، لما يعمل خطية أو يعمل شر ويتلذذ بيها، ها؟ مثلا لو بيسرق بيفرح بالايه؟ باللي سرقه. لو بيعمل نجاسه في الزنا وغيره بيتلذذ. لو لذته حتى في القسوه يفرح قوي لما يلاقي ناس عماله تصرخ من سلطانه. يبقى عامل زي ايه؟ زي واحد حط في بقه حاجه حلوه. فيقول لك ان حلى في فمه الشر اخفاه تحت لسانه، يعني ما يبلعوش بسرعة، يقول لك ايه، اخليه تحت لساني عشان اطول وقت ممكن افضل ايه، افضل حاسس بحلاوة الايه، حلاوة الشر. زي ملبسة كده واحد ياخدها، في ولد ياخدها يستحلبها في بقه وتقعد معاه نص ساعة في بقه، في واحد يستعجل يروح مقرقشها بسرعة وبلعها وخلصت على كده. فده يقول لك لا، ده من النوع اللي ايه، اللي هو يبقي الخطية تحت لسانه ويتلذذ بيها. يقول ايه كمان، يشفق على الشر، اشفق على الشر، اشفق عليه ولم يتركه. يعني مش بقى مثلا ايه، اتعامل مع الموضوع ده واكتشف انه غلط فيطلعه مرة او يبلعه وخلصت على كده، لا، ده هو ما يعرفش انه يميز ان ده غلط، فلا يندم ولا يطرد الشر ولا يعمل حاجة، يحبسه في فمه ولم يتركه، يحبسه في وسط حنكه. ايه اللي يجرى بقى؟ يقول لك خبزه في امعائه يتحول، بدل ما يبقى الخبز سبب لذه وسبب شبع و و و و، لا، يتحول الى ايه؟ يبقى عامل زي مراره اصلال في بطني. اصلال جمع صل، والصل هو انثى الحيه، الحيه انثى الاف، الصل سم نفسه. يبقى الشر اللي خده ده وعمال حلو في بقه ومخليه اكبر وقت في بقه، ها، في الاخر خالص لما هيبلعه هيبقى ايه؟ هيبقى زي السم موجود، مراره اصلال في بطنه. قد بلع ثروه فيتقيأها، الله يطردها من بطنه. بلع ثروه فيتقيأها، الله يطردها من بطن. يعني هو بيتخيل ان هو عمل ايه، كل مشتهاه تلذذ بالشر وهو بيعمله، بعدين في الاخر مر على الخطيه وقت فكانه بلع ايه، كانه بلع هذه اللذه فتتحول في بطنه الى مراره. ها، بلع ثروه، يعني خد مشتهاه، خد شهوته، يتقيأها، الله يطردها من بطنه، لأن هو ما طردهاش بإرادته أو رفضها بمجرد ما إيه، مدقها، ها، ما بيعرفش يندم بسرعة، بيبلع الثروة فيتقيأها. كلمة يتقيأها عايز يقول إنه لما هتتاخد منه
هيتعب، لانه الانسان لما بيتخيأ بيتعب، عضلات صدره بتتعب، معدته بتتعب، فهو اللي بلعه هيتاخد منه، وايه كمان بتعب بألم. عارفين دي عامله زي ايه؟ بتفكرني بالغني الغبي اللي هو عمال مشغول قوي بثرواته بالكوره بتاعته اللي اخصبت، وقاعد كده بيقول يعني الكرة أخصبت وبلغوه الناس إن الحصاد وفير قوي في هذا العام، بيقول ماذا أفعل؟ مخازني داءت، أهدم مخازني وأبني أوسع منها، وأقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة لسنين كثيرة. قال الملاك وقال له يا غبي، الليلة تؤخذ نفسك منك، فالذي عددته لمن يكون. عارفين كلمة تؤخذ نفسك منك دي معناها تؤخذ بعنف، تؤخذ منك بعنف، يعني زي ما الواحد بيتقيأ الحاجة وهو يعني متألم، هو برضو كده هتتاخد منك ديت ايه؟ بعنف. الله يطردها من بطن، يبقى هو هيبقى خسران كل حاجة. اللي انتفع بيه ايه؟ مجرد اللذة، ودي بتنتهي، لكن هيخسر كل حاجة. ثم الأصلال يرضع، يقتله لسان الأفعى. شوف الشر بيعمل ايه في الإنسان. ثم الأصلال يرضع، يقتله لسان الأفعى. ده اللي بيتلذذ بالشر. لا يرى الجداول أنهار سواقي عسل ولبن. الجداول اللي هو الايه؟ النهر الصغير. يقول لك لا يرى الجداول أنهارا، يعني ايه؟ يعني لا ينمو، لا ينمو مشتهاه، لا ينمو ملكه، لا ينمو رغباته. الجدول ما يتحولش إلى نهر، يفضل اللي عنده إيه؟ صغير صغير صغير، لا يتحقق هذا المشتهى. ما يشوفش الجداول أنهار سواقي عسل ولبن، يعني الخيال اللي هو بيتخيله، الأمنيات اللي بيمني نفسه بيها للذات ما ياخدهاش. يرد تعبه ولا يبلعه، يرد تعبه ولا يبلعه، كمال تحت رجع ولا يصح. يرد تعبه ولا يبلعه، يعني لما يتعب في حاجة ويكون حاطط عليها رجاءه ما يكملهاش، ما يكملهاش، ما يحط دماغه في حاجة تكون هتجيب له ربح مثلا، هتجيب له مكسب، هتجيب له حاجة، ما يكملهاش. تعبه يرده تاني. تعبه هنا في التجارة، عشان كده قال ايه؟ كمال تحت رجع. كلمة كمال تحت رجع معناه انه مال يتحط كوديعة ويترد تاني بلا ربح. مال يتحط كوديعة ويترد تاني ايه؟ إلا ده مصطلح كمال تحت رجع. كمال تحت رجع، عشان كده حتى جاء في الإنجليزي يقول لك he will not enjoy the profit from his trading، يعني مش هيستمتع بإيه؟ بربح التجارة بتاعته، مش هيستمتع بربح التجارة بتاعته. he will get no enjoyment، معرفش مكتوبة ايه فوق، رئاستي مش جايباها، يعني he will get no enjoyment، مش هياخد اي متعة من ايه؟ من الفلوس بتاعته، من الفلوس بتاعته. كمال تحت رجع ولا يفرح، يعني عايز يقول ان تعبه في الاخر ايه؟ هيبقى على الفاضي، على الفاضي. ليه؟ يقول لانه ردد المساكين وتركهم. ردد المساكين يعني عنفهم، يعني زقهم، يعني كسرهم. ردد المساكين وتركهم، واغتصب بيتا ولم يبنه. هنا في قسوة وفي ظلم وفي اغتصاب، لأنه لم يعرف في بطنه قناعة لا ينجو بمشتهى. لا يعرف في بطنه قناعة معناه أنه هو لا يشبع، لا يشبع. عشان كده يقول لك واحد انوع، يعني ايه؟ يعني بيشبع من اقل حاجه، ده ما يعرفش الشبع. لا يعرف في بطنه قناعه فلا ينجو بمشتهاه، يعني ما يتمتعش بايه؟
بالايه؟ بالحاجات اللي كده، لا عنده هدوء بال ولا عنده راحة ولا عنده شبع. ليست من أكله بقية، لأجل ذلك لا يدوم خيره. يعني إيه ليست من أكله بقية؟ عشان كده لا يدوم خيره. على طول اللي عنده بيخلص 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 بيخلص، كل حاجة في إيده تطير بسرعة. أصله هو لا يدوم خيره، أصله هو لا يشكر. معلمون الآباء إنه ليست عطية بلا زيادة إلا التي إيه؟ بلا شكر. فهو ما بيعرفش الشكر، هو كل اللي بيفكر فيه إن ده دراعه هو اللي بيعمل له كذا، دراعه اللي بيجيب له كذا، أنا اللي عملت، أنا اللي سويت، أنا اللي تاجرت، شطرتي اللي عملت، ها؟ الناس بتخاف مني لذكائي لقسوتي لجبروتي. طب فين ربنا في الموضوع؟ مفيش كده. اللي عنده إيه؟ لا يبقى من أكله، ليست من أكله بقية، ولأجل ذلك لا يدوم إيه؟ لا يدوم خير. مع ملء رغده يتضايق، برغم رفاهية العيش اللي هو فيها تلقوه برضو الآن يتضايق. تأتي عليه يد كل شقي. يبقى هدف للأشقياء الناس يتغاظوا منه ويحطوه في دماغهم، وكل واحد بقى متألم متضجر، كل واحد يبقى عايز ينتقم منه، لأنه عنده موضوع مع كل واحد في دول. فتلاقي إيه؟ أعداؤه كثيرون. ما نطفي الموبايل ده يا جماعة، نلاقي أعداؤه كثيرون. يكون عندما يملأ بطنه أن الله يرسل عليه حمو غضبه ويمطره عليه عند طعامه. لما يفكر ان هو يقعد بقى ياكل اكله كده، تبص تلاقي اللي بيحصل ايه؟ ربنا يبعت عليه حمو غضبه، الاكله دي تبقى نار جواه، ويجيب عليه الغضب، يمطر عليه غضب، ياكل بقلق، ياكل بصراع، ولا يهنأ باكلته. اصل ربنا ناوي ينتقم. يفر من سلاح حديد. يعني لو فكر يهرب يخرج من القلق اللي هو فيه أو التعب أو الضيق أو حمو الغضب، يبقى كما لو كان ربنا واقف له بإيه؟ بسلاح من حديد. وإذا نجا من السلاح الحديد تخرقه قوس نحاس، يخبطه سهم من قوس نحاس. يعني كلها أسلحة إيه؟ أسلحة جبارة. جذبه فخرج من بطنه والبارق من مرارته مرق عليه رعوب. يعني اللي ماسك القوس ده شده وضرب السهم، فراح ايه؟ دخل فيه وخرج من بطنه. والبارق، خد بالك من الحتة دي، لانه هو بيهرب، فالسهم جاله منين؟ جاله من ورا. يخرج منين؟ يخرج من بطنه. والبارق هو السيف اللامع. والبارق نفذ من مرارته، من مرارته مرق. مرق يعني ايه؟ يعني نفذ من مرارته. وبعدين يلخص يقول عليه رعوب، يعني ارتعاب، مخاوف، رعب. كل ظلمة مختبأة لذخائره، تأكله نار لن تنفخ، ترى البقية في خيمته. كل ظلمة مختبأة لذخائره، يعني مصير كل كنوزه الظلمة. يعني ربنا مخزن له ايه؟ الظلمة، ما يشوفش نور في حياته. تأكله نار لم تنفخ، يعني ذخائره هو تأكله نار. مش واقف انسان ينفخ فيها عشان يولعها، ده مين اللي مولعها؟ دي جاية من فوق. تأكله نار لم تنفخ، يعني مش حاجة بإيد إنسان، ده ربنا اللي حطه في دماغه لأنه شرير. ترعى البقية في خيمته، ترعى النار البقية في خيمته، يعني البقية دي بقى اللي فاضل منه. وفسروها برضو إن البقية في خيمته تعني ولاده، تاع
ترى البقية في خيمته. هو إيه اللي جاري مع الراجل ده يا عم؟ يقول لك إيه؟ السماوات تعلن اسمه. ربنا من فوق بيعلن شره، السماوات تعلن اسمه، يعني بيعاقب من السماء بسبب شر، والأرض تنهض عليه، وربنا يسلط عليه كمان إيه؟ الأرضيين، يعني الناس اللي على الأرض، يبقى مكروه من الناس. الناس الأشقياء حاطينه في دماغهم ممكن كل اللي عنده يتسرق منه كده. تزول غلة بيته، كل دخله يزول. وفسروها برضو انه غلة بيته هم اولاده، تزول غلة بيته. تهراق في يوم غضبه، تهراق يعني تصب. شوفوا الغلة يقول لك تهراق يعني ايه؟ يعني مش تتسرق شوال شوال، كأنها بتدلق بتكب كده، ايه حاجة سائلة تتاخد على طول وايه وتروح منه. هذا نصيبه الانسان الشرير من عند الله، وميراث امره من القدير. ده وصف صوفر للاشرار، صعب قوي. في كل ما قاله صوفر ممكن يكون صح كنصف حقيقة فقط، لكن النصف الثاني اللي هيقوله أيوب في الإصحاح اللي جاي إن ممكن الشرير يتوب. يعني في كل ما قاله، واخدين بالكم، ممكن يكون صح، بس ده إيه؟ ده نصف الحقيقة. النصف الثاني إن في واحد برغم شره ده كله ممكن يتوب. وفي حاجة تاني، إن ممكن واحد يكون بيعاني كل هذه المعاناة وهو بار. مش احنا بنلاقي دي احيانا؟ واحد يبقى انسان كويس ومع هذا تلاقوه متعرض لتجارب، متعرض لضربات، متعرض. ايه يا حبيبي انت، ايه انت، ايه ايه اللي انت فيه ده؟ انت ماسك الراجل ومطلعه شرير مش نافع خالص 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 خالص، مع ان في حقائق اخرى حطها جنب الحقيقة دي، لكن انت طوعت ايه؟ طوعت قلبك، طوعت فكرك، طوعت هيجانك على ايوب، طوعت غضبك على ايوب، وعمال ايه بتخبط فيه. تعالوا شوفوا بقى الايه المرة الاصحاح بقى 21، ايوب هيعدل الميزان خالص. عشان كده برضو عايز تاخدوا بالكم من حاجة، من الطريقة اللي بيتكلم فيها واحد زي صوفر، الاحساس بانه الكلام صعب وكلام تقيل، واحد عمال ما بيخلص الجملة يدي وراها جملة أصعب منها. وهتشوف أيوب بيتكلم إزاي بتأمل هادئ وديع بسيط جدا جدا جدا، مع أن أيوب بيتكلم من الضيقة والتجربة وفي وضع هو فيه يعني مزري جدا، وصوفر بيتكلم من وضع هو فيه مرتاح وصحيح الجسد، فكان المفروض يكون مين الهادي عن التاني، لكن العكس كان حاصل. أيوب عمله إزاي؟ أجاب أيوب وقال: اسمعوا قولي سمعا وليكن هذا تعزيتكم، احتملوني وأنا أتكلم وبعد كلامي استهزأوا. الله عليك، يقولون بصوا اسمعوا قولي سمعا، ادوني انتباهكم بس من فضلكم، ها please attention please، من فضلكم اسمعوني، ها وليكن هذا تعزيتكم. أيوب يقول إيه؟ أنا مش عايز منكم كلام، اسمعوني بس، ولما هتسمعوني أنا هتعزى، يعني نقطوني بسكاتكم، اسمعوني بس، مجرد إنك تسمعني أنا هتعزى. أتريهم ما كانوش بيسمعوه؟ عشان كده نلاحظ إيه؟ هو يقول وبعدين واحد داخل محضر خطبة، ها؟ محضر خطبة. طب يا عم شوف الراجل ده قال ايه، شوفوا قال ايه، عشان تعرف تقول كلام يتناسب مع اللي قاله، عشان تمسك من فمه غلطة حتى على الأقل. لكن ده ميسمعهوش، هو واحد جاهز يقول لكم محضر خطبة بيقولها. أيوب بالنسبة له تلميذ خيبان فشلان، فعمال يديله على دماغه. طب اسمع له. فهنا يقول لهم ايه؟ من فضلكم اسمعوني وعندي أنا
كفاية قوي 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 علي أتعزى لما إيه؟ لما تسمعوني. في ناس على فكرة يعني ما يبقوش محتاجين أكتر منك تسمع لهم بس، ولما تسمع لهم يرتاحوا، يرتاحوا لأنه بيكونوا إيه؟ فضفض، طلع اللي جواه، أهو اشتكى، قال حاجة، يقول لك مجرد ما قال ها؟ ارتاح. طب قول يا عم. قال لهم احتملوني وأنا بتكلم، وبعد ما اتكلم براحتكم ايه استهزأوا بكلام. قول يا ايوب. اما انا فهل شكواي من انسان؟ هو انا اشتكيت من انسان؟ هو انا زعلت حد منكم؟ انا مش بشتكي من انسان، وان كانت فلماذا لا تضيق روح؟ يعني هي لو شكوى من انسان يبقى لماذا ألام؟ يعني لو أنا بشتكي من إنسان، أنا مش بشتكي من إنسان، أنا عارف إن بلاياي من ربنا، عشان كده أنا بكلم ربنا. وأنا أنتوا زعلانين ليه؟ قال لهم الإصحاح اللي قبل كده لما يقول لهم كده وهبني حقا ضللت علي تستقر ضللت، ثم سمعوهاش، هم سمعوهوش. يعني بالفرض إن أنا غلطان، مين اللي يدفع الثمن؟ أنا. يا ابني انا خدت منك حاجه؟ انا خدت من جيبك حاجه يا عم؟ انا سرقتك؟ ما اخدش حاجه منك. انا ظلمتك في حاجه عشان تدوس عليا كده؟ مين ادالك الحق انك تيجي تطلعني شرير وهيولع ربنا فيا وفي كلام صعب. هل شكواي من انسان؟ ابدا. وان كانت فلماذا لا تضيق روح؟ لا، تفرسوا فيا وتعجبوا وضعوا اليد على الفم. شوفوا انتوا اول ما جيتوا شفتوني قعدتوا جنبي 7 ايام تبكوا، ايه اللي جرى؟ طب بصوا لي كده، تجربه زادت عليا ازاي؟ تفرسوا فيا، حطوا ايديكم على بقكم واسمعوني، يعني ما تتكلموش، اسمعوني بس. عندما اتذكر ارتاع واخذت بشري رعده. بشري هنا معناها جسدي على فكره. لما بفتكر اللي جرالي انا بخاف قوي، بترعش وجسمي بيرتعش. لماذا تحيا الاشرار ويشيخون؟ نعم ويتجبرون قوه. جايب المعنى العكسي تماما للي قاله سوفر، وده النص الثاني من الحقيقه. لماذا تنجح فريق الاشرار؟ عايز اقول لهم في اشرار ناجحين وفي أبرار فاشلين واعين وخسرانين. يا جماعة في حكمة عالية عني وعنكم، الله وحده هو اللي يعرف. شوفوا أيوب وصل للحكمة اللي تساءل عنها أرمية في أرمية 12 لما قال لماذا تنجح طريق الأشرار. أيوب وصل للحكمة اللي بسببها تكلم أساف في المزمور 73 وقال له برضو الأشرار ليه ناجحين، ونفس الكلام اللي توصل إليه داود في المزمور 37. حقائق بيقولها لهم أيوب. لماذا تحيا الأشرار ويشيخون؟ نعم ويتجبرون قوة. في أشرار بيعيشوا، نسلهم قائم أمامهم، معهم وذريتهم في أعينهم، عايشين كويس بيوت وعيالهم قصادهم والدنيا كويسة خالص. فعلا في أشرار ناجحين. بيوتهم آمنة من الخوف وليس عليهم عصا الله. خطيرة. هو ربنا سايبهم؟ إيه اللي جرى؟ في حكمة يا جماعة. أنا عايز أجيب لكم، مش فاكر أستاذ ظريف معنا في المؤتمر ده ولا اللي قبله، لما اتكلمنا عن الأشرار، ليه ربنا شايب الأشرار؟ أعتقد سرائر ومعلنات المؤتمر اللي قبله، في خلوة اتكلمت عن الموضوع ده، أخو حسام نبقى نجيبها حتى المرة اللي جاية ونوزعها. في حكمة إلهية بتخلي ممكن يكون في شرير عايش وعايش كويس، في سبب. ممكن يكون في بار ربنا متقصده وضربه ومديله خسارة، برضه في سبب. ما اقدرش اقولها قاعدة عامة ان الراجل ده متألم ومريض لانه شرير، ما اقدرش اقولها قاعدة عامة، ما اقدرش اعتبرها حقيقة وبروزها. في ده وده وده وده، ولكل واحد ظروفه وحكمة إلهية
لأن كل واحد بينه وبين ربنا، العلاقة الشخصية بينه وبين ربنا دي بصمة خاصة جدا، بصمة خاصة جدا. ما دارش عم الأحكام في الحاجات دي، ده اللي عايز يقوله أيوب في هذا الإصحاح. أهم نسلهم قائم أمامهم معهم وذريتهم في أعينهم، بيوتهم آمنة من الخوف وليس عليهم عصا الله، ثورهم يلقح ولا يخطئ. الثور اللي هو بقر، ذكر البقر، يلقح ولا يخطئ، يعني مرة التعشير تنجح. بقرتهم تنتج ولا تسقط. ساعات ناس مثلا ربنا مثلا محلومش بخلف مثلا، يعني قوم يقولوا ايه، ويشوفوا يا عيني الراجل الفقير الغلبان البواب اللي مراته عمالة تجيب لها كل سنة عيل، وتقول لك يدي الحالة للي بدل. مش معنى هذا انك انت شريرة او هي مثلا، مش معناها كده ابدا. مش معنى ان ربنا قفل رحم امرأة غضبان عليها، مش معناها كده ابدا، بس في حكمة. الغني اللي يربي 100 عيل ربنا مش مديله، والفقير اللي مش لاقي ياكل يخلف كل سنه عيل. يا رب الحكمه، ما حدش يقدر، ما تقدرش تفهم، بس الحكمه. ثورهم يلقح ولا يخطئ، بقرتهم تنتج ولا تسقط، يعني البقره تبقى حامل ما 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 ما, ما تسقطش، ما تسقطش. يسرحون مثل الغنم، رضعهم واطفالهم ترقص. يعني العيال رضع كده زي الغنم، والعيال الصغيرين حواليهم بيرقص، ويمكن يكونوا عرايا وجعانين وكلهم امراض، ربنا مديهم. ايه الحكمه يا رب في هذا؟ رب شوف ايوب، شوف الحكمه اللي ايوب بيتكلم فيها. يقول لك يحملون الدف والعود ويطربون بصوت المزمار، يعني فرحانين، مش هتافهم قصير وفرحهم مش عارف زي الجله وزي مش عارف، اهم يا عم قاعدين اهم، انا شايفهم هم قاعدين اهم كويسين. يقضون ايامهم بالخير، اهم كويسين اهم، واشرار بس كويسين عايشين. في لحظه يهبطون الى الهاويه. اوعى تفكر ان عايز يقول ان دي ايوب مش بيوصف النهايه المريره، لا، ده عايز يقول ايه؟ في موتهم سلام، يعني بسرعه بسرعه يموتوا حتى بصحتهم، في لحظه يروحوا يعني بلا امراض بلا تجارب بلا هموم بلا مشاكل، ومش حتى كثمره لشرهم. مش يبقى قاعد الشر كده البيت يتهد عليه، لا، ده يكون نايم كده، حتى لو مرض يموت في مستشفى استثماري كبير. ايه ده يا عم ده؟ ايه ده؟ في لحظة ينزلون الى الهاوية. ويقولون، بص كمان ايه؟ هيتحدوا ربنا كمان، وربنا يا اخي ساكت عليهم. فيقولون لله ابعد عنا، وبمعرفة طرقك لا نصر. من هو القدير حتى نعبده؟ وماذا ننتفع ان التمسناه؟ ادي ناس حياتها عاشوها كده بالطول والعرض، وتحدوا ربنا وقالوا عنه كل حاجة، مرت حياتهم بسلام وخلصوا من العالم، صحيح راحوا الهاوية، ربنا بقى هيتصرف، يعني دي موضوع تاني، دي قصة تانية يعني. لكن عاشوا ازاي يا عم سوفر؟ شوف بقى الحكمة اللي لم يفطن اليها سوفر في كلامه. حكم على الشرير بنصف الحقيقة، لكن في حقائق أخرى كان لازم ياخد باله منها. عايزك تتأمل إزاي أيوب بيقول هذا الكلام بهدوء ورزانة وهو في مرضه. أصل في عمار بينه وبين ربنا، في فهم للحقيقة، في حكمة عند أيوب على فكرة. هوذا ليس في يدهم خيرهم، أما أنا بين عندي الكلمة دي بقى، لتبعد عني مشورة الأشرار. أنا أعمل إيه؟ بدل ما أعمل من نفسي حكم على الأشرار،
أنا أقول إيه؟ ها؟ أنا رب عايز أبعد عن مشورة الأشرار. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار. أنا أتجنب طريق الشر ولكني لا أدين الشرير. شوفوا الحكمة، أنا أتجنب طريق الشر، أنا أبتعد عن مشورة الأشرار، لكن أنا هستفيد إيه لما أنا أحكم على أقول ده شرير وده بار وده هيهلك وده هيروح، وبعد كده واحد هيقول له سعف لا يخضر وفي نص عمره يموت، أنا مال أنا ومال أحكم على الناس ليه يعني؟ فكلمة أما أنا عايز أقولها الكتاب، أما أنا فلتبعد عني مشورة الأشرار. بصوا يا صوفر كم ينطفئ سراج الأشرار، يعني عايز أقول له كم مرة شفت سراج الأشرار بينطفئ، ويأتي عليهم بوارهم أو يقسم لهم أوجاعا في غضبه، أو يكونوا كالتبن قدام الريح وكالعصافة التي تسرقها الزوبعة. هنا أيوب حكى في الجزء الأولاني لغاية العدد 15 عن أشرار يحيون في سلام وتنتهي حياتهم في سلام، وعقاب أفعالهم متروك لمين؟ لربنا. بعد كده ممكن نفهم إنه إما بيكلم أصحابه ويقول له كدليل على كلامي اللي فات، قل لي كم واحد انطفأ سراج الأشرار، كم واحد شفته اتحقق في حياته اللي انت قلته يا صوفة. ممكن اقول كده، افهم كده، او افهم ان ايوب بيحكي لنا عن نوعية اخرى من الأشرار بيتم معاها فعلا اللي قاله صوفة. يبقى ده بيحصل وده ايه؟ وده بيحصل. ايوب بيدينا الحقيقة كاملة. كم مرة ينطفئ سراج الأشرار ويأتي عليهم بوارهم أو يقسم لهم أوجاعا في غضبه ربنا؟ يعني كم شفت كم واحد يا صوفر حصل معاه هذا الكلام؟ وكلمة ينطفئ سراج الأشرار دي معروفة إنه لما لو تفتكروا لمض الجاز اللي كنا زمان بنستعملها، تلاقي إيه الشريط يجراله إيه؟ لما الجاز يخلص، كان زمان الزيت بقى لما يخلص يعمل إيه؟ يبتدي الفتيل يتحرق ويطفي ويطلعوها كده ويروح مسحنها وقصنها وهكذا، يعني بيحصل كتير. يعني سراج الأشرار بينطفئ ويأتي عليهم بوارهم، يعني يخسروا حاجات يعني أو تفسد حاجاتهم، أو يقسم لهم أوجاعا في غضب، ربنا يغضب عليهم وإيه وإيه ويسمح لهم بأوجاع. شوف حتى الحتة دي حلوة قوي، يعني سراج الأشرار ينطفئ ويولع، يحصل لهم خسارة وتتعدل، ربنا يديهم غضب ويرفع غضبه. أتاري ربنا بيعمل إيه؟ المسألة مسألة تأديب مش عقاب. يطفي السراج ويولعوا لهم تاني ربما يتوبون، يضربهم ويرفع الضربة تاني ربما يتوبون، يخسرهم ويكسبهم ربما يتوبون. ربنا ممكن يدي الفهم ده، لكن ما شفناش انه صوفر بيجيب سيرة التوبة خالص لحياة الأشرار. او يكونون كالتبن قدام الريح وكالعصافة التي تسرقها الزوبعة. العصافة التبن الخفيف قوي، يعني بيروحوا بسرعة. شفت ده كم مرة؟ الله يخزن اسمه لبنيه ليجازيه نفسه فيعلم، لتنظر عيناه هلاكه ومن حمة القدير يشرب، فما هي مسرته في بيته وقد تعين عدد شهوره. هو في الترجمة الإنجليزي في العدد 19 بيقول له you say، يعني عايز يقول له انت قلته، you say انت اللي قلته، نعم او they say، يعني انتوا بتقولوا، هما بيقولوا you say. على فكرة انا ممكن يكون الترجمة اللي معايا هنا غير اللي هنا، في كذا ترجمة انجليزي لكن معناها واحد على فكرة في الاخر مش موجودة في العربي. انتوا بتقولوا you say ان الله بيخزن اسمه لبنيه، انتوا بتقولوا ان ربنا هياخد لو انا شرير وربنا هياخد اعمالنا يحاسب عليها مين؟ ولادي.
الله يخزن اسمه لبنيه ليجازيه نفسه فيعلم. يعني هو ربنا لما يحب يعلم الشرير حاجة أم يخلص من ولاده يقول لك في فهم. على فكرة في فهم برضو يقول كذا وده مش صح مش غلط. ليه؟ أنا لما أبقى وحش ولاقي من ولادي حد تعبان بسبب شر يمكن نتوب، واخدين بالكم؟ يمكن نتوب، وده فهم موجود عند ناس كثيرين على فكرة. فاكرين لما اليهود قالوا المسيح عن المولود أعمى، أهذا أخطأ أم أبواه؟ هو ربنا بيعاقب مين، هو ولا أبوه وأمه؟ قال لهم لا هذا أخطأ ولا أبواه. إذن ممكن يكون في إيه الفكرة دي تكون موجودة، تكون موجودة ويعملها ربنا، يسمح ربنا. لو واحد مثلا، وده بيحصل على فكرة أحيانا، واحد مثلا إذا اختلس حاجة من الخزنة مثلا مروح ويلاقي مراته تقول له الواد سخن من الصبح مش عارفة سخن ليه، ويقعد مع نفسه كده ويفكر يقول يمكن عشان أنا غلطت، يمكن عشان أنا خدت حاجة من الخزنة، يروح الصبح يرجع الفلوس ويندم ويصلي، مراته تقول له الواد اسم الصليب عليه الحرارة. أنا أعرف ناس حصل معها كده. إيه اللي جرى؟ ساعات ربنا يعمل حاجة زي دي كده يعني، بس ما توصلش إلى هلاك الأولاد، ما تجيش كده. حتى لو عمل كده ربنا برضو بحكمة، برضو بحكمة. في أحيانا آباء لما ربنا ياخد عيله مثلا وصغير سن، ليه يا رب كده؟ ليه عملت كده؟ أم يوصلوا كده فهم من ربنا يعيش بقية حياته في رضا ربنا بشكل غير عادي ويتحول إلى قديس. يبقى أنه أحسن ابنه يكبر ويتجوز ويبقى جد وا 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 وعايش في الشر، ولا ربنا ياخد ابنه هو ملاك صغير يكسب شفيع في السماء زي الملاك وتتصلح حياته بقية عمره؟ أنه أحسن يا جماعة؟ في حكمة عالية علينا نحن لا نفهمها، ده اللي عايز يقوله أيوب. يعني ممكن يكون أيوب حتى بيقول الحتة هذه لو خدناها كده لوحدها بالعربي، يمكن أيوب عايز يهدد الأشرار عشان يخافوا على أولادهم في إيه يتصلح طريقهم بعد كده. ممكن ربنا يكون عايز الأشرار بدل ما يخزنوا لأولادهم رصيد من الغضب الإلهي، لا يخزن لهم معرفة إلهية وفهم إلهي. افهموا الدنيا صح يا جماعة، افهموا الدنيا صح. إنما القاعدة العامة، القاعدة العامة إنه لا يحمل الابن من شر أبيه ولا الأب من شر ابنه، دي القاعدة العامة. كل واحد مسؤول عن إيه؟ عن خطأه. لكن إذا سمح الله بيبقى الإيه؟ لهدف، والهدف ده في الآخر كله حكمة، كله حكمة. إلهنا إله إيه؟ إله صلاح. لتنظر عيناه هلاكه ومن حمى القدير يشرب، فما هي مسرته في بيته بعده وقد تعين عدد شهوره. هيقعد الشرير يا جماعة ويقول كده يعني أنا هفرح بإيه وفي الآخر أنا عارف إن أنا هموت. تعين عدد شهوره، ما يقولش عدد سنواته، عدد شهوره. جاء داود بعد كده في المزمور 39 وقال لربنا عرفني يا رب نهاياتي ومقدار أيامي كم هي فأعرف كيف أني زائل. عرفني يا رب عيش قد إيه عشان أعرف إن أنا مروح، أم عيش في الشر أقدم توبة وأمشي صح. بعد كده ابتدى يقول إيه؟ أالله يعلم معرفة وهو يقضي على العالين. شوفوا بقى الإيه المعرفة، هيكلمنا عن أشرار دلوقتي يتنعمون، العالين المتكبرين الناسين الله. هذا يموت في عين كماله، his full strength. هذا يموت في عين كماله يعني في ملء قوته، هذا يموت في عين كماله كله مطمئن وساكن. ده واحد، هذا يموت في عين كماله كله مطمئن وساكن. أحواضه ملآن لبنا ومخ عظامه طري. يعني ايه؟ لغاية ما يموت تلاقي جسمه ايه؟ ناضر. ها؟ مخ عظامه طري يعني النخاع اللي جوه العظام لسه بصحته. اول ما نبتدي نعجز يقول لك بس خلاص الشيخوخه بقى، خلاص تبتدي العظم ايه؟ يضعف كده والدنيا تبقى تعبانه خالص يعني.
عشان كده رجلنا بترتعش وما نقدرش العظم ما يشلناش. يقول لك العظمة الكبيرة دي خد بالك لو رجلي لفت تحتيه كده بس كسر في عظمة الحوض ودخلنا في موال كبير خالص. صح يا دكاترة ولا أنا غلطان؟ حاجات كده غريبة بتحصل يعني. لكن ده الآخر عمره يا أخي مخ صام وطري. ده هذا وهذا إيه؟ ده واحد شرير بيموت في ملء قوته و وذلك يموت بنفس مرة ولم يذق خيرا. شوفوا بقى شرير يموت في عين كماله كل مطمئن وساكن، وآخر يموت وهو كل مرارة، وصالح يموت في عين كماله ومخ عظامه طري، وصالح يموت في مرارته. جدول صالح شرير، الصالح واحد يموت في عين كماله واحد يموت وهو مرير. شرير شرير يموت في عين كماله ويموت وهو في مرارة. مين يوزع الأنصبة دي؟ مين يوزع الـ 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 الحاجات دي؟ أنا ولا ربنا؟ سوفر ولا أيوب ولا ربنا؟ ده حكمة اللي هي يا جماعة فهموا أيوب بيعلمنا دروس. كلاهما يضجعان معا في التراب والدود يغشاهما. خلاص كله بيروح كله بيروح، لأن احنا بنعيش حياة هي في الآخر أيام وبتعدي، لكن النهاية هي الإيه؟ هي اللي عليها نعول السعي. النهاية هو ذا قد علمت أفكاركم. أنا بقى عرفت إيه أفكاركم، أنا فهمتكم، علمت أفكاركم والنيات التي بها تظلمونني. أنتوا شايفيني شرير وحاكمين علي، لأنكم تقولون أين بين بيت العاتي وأين خيمة مساكن الأشرار. اعتبروا أيوب إيه؟ عاتي، ها، وولاده أشرار، فبيقول أين بيت العاتي وأين خيمة الأشرار. أفلم تسألوا عابر السبيل ولم تفطنوا لدلائلهم. هو أنتم ما تسألوا، ما تجيبوا حد محايد، ها، هاتوا حد محايد ونسأله. في شهادات من الناس اللي هم يحكموا أحكام عادلة، هاتوا عابر سبيل، هاتوا واحد بسيط واسألوه، اسألوه. دلائلهم هنا معناها شهاداتهم، حتى جاء ان انجلش يقول لك كده do you not accept their testimony، يعني انتم مش حتى ما تقبلوش شهادتهم. يعني عابري السبيل دول هاتوا ناس ما يفهموش في اللي احنا بنقوله واسألوه واسألوهم. هو ده مات لانه شرير ولا ده مات لانه صالح؟ لكه مات، مات وخلاص. وانا مين عشان احاسب؟ ده البسيط بيقولها كده. فانتوا برضو ايه؟ هاتوا عابري عابر سبيل واسألوهم. Have you not asked those who travel the road and do you not know their signs، علاماتهم او testimonies شهادتهم. انه اليوم البوار يمسك الشرير ليوم السخط يقادون. هنا بقى الايه؟ الشرير بقى اللي محكوم عليه بالنهاية لانه شرير، ده رايح بقى ليوم ايه؟ ليوم البوار. ماشي، يمسك ليوم السخط يقادون. من يعلن طريقه لوجهه؟ مين بيمسك الشرير ويقول له انت البعيد وحش وانت فسدان وانت 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 وانت؟ مين من حقه يقول هذا الكلام؟ ما تسيب ربنا يتكلم. من يجازيه على ما عمل؟ مش انسان، في نهاية هنقف كلنا قصاد ربنا. مش انسان، انت يا انسان ليه بتحط نفسك قاضي؟ ليه بتحكم على الناس؟ ليه بتدين الناس؟ انت مالك؟ انت جاي تعزيني، ما تقولش ما تطلعنيش في الاخر شرير عايز الحرق. دي مش كلمة تعزية، اسمعوني. هو الى القبور يقاد. وفي النهاية الكل رايح فين؟ دخل القبر. شوف الحتة اللي جاية دي، هو الى القبور يقاد وعلى المدفن يسهر. قول لي يا عم سوفر تعال نشوف كده شرير من الاغنياء قوي 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 دول، اهو يا عم رايح القبر.
وعلى المدفن يسر. يقاب يعني ايه؟ يعني هو خلاص اتشال ومودينه القبر، مالوش انه يقول انا عايز الصندوق ده ومش عايز الصندوق ده، مالوش انه يقول البرنس ده ولا الكفن ده مش عاجبني، مالوش انه يختار الكولونيا اللي هيحطوها له، يعني مالوش. ده يقاد الى القبور وعلى المدفن يسهر، يحطوا له حراسة على المدافن لانه كانوا بيدفنوا الناس ومعهم كنوزهم، فيحط حراسة عشان ايه ما يخطفوش الخاتم اللي في ايده ولا اي حاجة حاطينها له. يعني ده كمان يقول ايه؟ حلو له مدر الوادي. التراب بتاع القبر اللي يحطوه جنب القبر كده ريحته حلوة من كتر العطور اللي بيحطوها له كده. ساعات ناس يبنوا مدافن لذويهم تبقى يعني حاجة تشرح كده، حاجة ترد الروح كده. حلو له مدر الواد، تراب مدر يعني التراب، يزحف كل إنسان وراءه وقدامه ما لا عدد له. يعني ناس اللي بيشيعوه ماشيين وراه كتير، يجوا من كل حتة عشان يشيعوه، وقدامه كمان ناس ماشية ملهاش عدد. تقدر تحكم من هذا المظهر ان ده كان بار ولا شرير؟ مين اللي له انه يحكم؟ حد له انه يحكم؟ كلنا بنقول على فلان مات و و و وفلان مات وعملوا له وسووا له، بس في الاخر مش المظاهر دي اللي هيحكم بيها ربنا. صدقوني يا احبائي، لما هنقف قصاد ربنا هنفاجئ، هنشوف مفاجآت، مفاجآت ناس حكمنا عليها وعلى الأرض إنها شريرة، وهناك بنرى الله يراها بمنظور تاني خالص خالص خالص، وناس شفناهم أبرار وقلنا عنهم يعني قصايد، هناك حنلاقيهم مش في المشهد خالص بتاع الملكوت. ربنا يرحمنا كل واحد فينا يقدم توبة. عشان كده قال لهم إيه؟ كيف تعزونني باطلا واجوبتكم بقيت ايه؟ خيانه. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ اللي بتقولوه ده كله محتاج مراجعه، محتاج مراجعه. اجوبتكم بقيت خيانه، انتوا بتطلعوني وحش، مش بقول لكم انا حلو، بس افهموا. عشان كده قال لهم ايه يا جماعه؟ قال لهم اسمعوني سمعا وليكن هذا ايه؟ تعزياتكم لي. لما تسمعوني انا هكون مبسوط وهكون متعز. يا ريت اكون بالاصحاحين دول وصلنا الى فهم الايه لمساله الشرير والبار والحكمه الالهيه اللي الله بيتعامل بيها مع الامور. ربنا يبارك في هذه الكلمات، له كل المجد والكرامه للابد، امين.